وانت يوتيوبر مبتدئ اكيد في فيديوهات بتقابلك على اليوتيوب بتعجبك، بتبقى عاوز تنزلها على قناتك، لكن مش بتبقى عارف عليها حمايه ولا لا. في الفيديو ده هعرفك الفيديوهات اللي عليها حمايه تعرفها ازاي، واللي معلهاش حمايه برضك تعرفها ازاي. هنبتدي بالبي سي وبعدين ننتقل للاندرويد. السلام عليكم، انا علاء رمضان وانت بتتفرج على قناه المصري على اليوتيوب. بدون كلام كتير يلا بينا نبدا الفيديو. السلام عليكم، انا علاء رمضان وانت بتتفرج على قناه المصري على اليوتيوب. بدون كلام كتير يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. زي ما اتفقنا يا شباب، اول حاجه نبتدي بيها من البي سي كمبيوتر. نروح هنا مثلا على اليوتيوب، دي صفحه رئيسيه عادي. هتكتب مثلا اسم اغنيه او هتجيب الفيديو اللي انت عايز تنزله. هتروح دايس مثلا ده الفيديو مثلا اللي انا جبته، تمام. هننزل عند عرض المزيد ديت في الوصف ده اللي تحت، الوصف اللي تحت دوت هو ده. نلاحظ يا شباب مع بعض تحت خالص كده، هنا بيقول لك الفئه موسيقى، تمام. هنا في الحته ديت بيعرفك ان الأغنية محمية، طبعا بقول لك الكفر والنيكس والحاجات اللي زي ديت، يعني معناها إن هي محمية. طيب هنعرف أكتر، هنشوف حاجة عربي كده عشان نعرف أكتر يعني، تمام. ولنفترض موسيقى زي دي مثلا ممكن مشهورة، نشوف موسيقى كده هيك ومعروفة زي دي مثلا. عادي المزيد، تمام. تحت خالص هنا لو هنشوف، بص نركز، لو عندك عربي هيبقى مكتوب ايه؟ مرخصة لمنصة يوتيوب بواسطة كذا كده، يعني قالك مرخصة ايه تحت خالص، مرخصة، تمام. وهنا اسم الموسيقى والفنان اسمه ألان وولكر والكلام ده، تمام. يبقى احنا كده عرفنا ان الموسيقى ايه، مرخصة، لان هو قالك بنيابة عن معرفش ايه وكده، موسيقى مترخصة، تمام. طيب نشوف حاجة غير دي. دي مثلا دي حاجة عربي بقى، نعرف بقى على احمد ولا لا، تمام. هو عموما لو في معلقة حماية هتلاقي معروف زي ما قلنا كده، تمام. دي مش معلقة حماية، يعني لو خدتها عادي مفيش هنا تحت خالص، مش مكتوب حاجة، تمام. يعني دي عادي جدا لو خدتها مش هيحصل حاجة. وبعدين دايما الفيديوهات اللي هي معلهاش حماية هتلاقي المشاهدات بتاعتها قليلة، يعني مش معدية المليون مثلا، مش معدية 500,000 كده يعني. طيب بلاش دي، نشوف حاجة تانية. لو جرب مثلا نبحث عن صور زي دي، طبعا القرآن معلوش حماية الحاجة الوحيدة، فممكن نعمل حاجة تانية هأكد لك. بس لو عايز تعرف انت الفيديوهات اللي مش بيبقى عليها حمايه بتبقى مكتوب عليها ان هي يسمح بها بالنشر، اللي هي كرييتيف كومنت. هندوس عندي في اللاتر اللي فوق دي، في اللاتر اللي هي بلازر دي، شايفينها هتظهر لك قائمه بالشكل ده. هننزل تحت خالص كده عند كلمه ترخيص كرييتيف كومنت، هي دي ترخيص كرييتيف كومنت اللي هي بدون ترخيص يعني، تمام. هندوس عليها هيفتح لنا الصفحه دي، هحدد لك كل الحاجات اللي هي معلهاش حمايه. دي حاجه زي كده مثلا، دي معلهاش حمايه عشان هو اختارها ده خلاص. تمام، فتحت لنا كده. هنا طبعا مكتوب مش قد 4 مليون وقناه معروفه، بس هو سايبها مش عامل على حمايه لان ده قران، طبعا هيعمل حمايه عليه، تمام. هندوس هنا عرض المزيد. دايما الحمايه او مش محميه بمكتوب في الوصف هي محميه ولا لا. بص هنا كده بقى تحت عند الترخيص اللي احنا شفناها ديت، قال لك الترخيص كرييتيف كومن، يعني معناها هنا بين قوسين اهو معرفك بالعربي يسمح باعاده الاستخدام، يعني لو عايز تستخدمها في اي حاجه في قناتك بقى في اي حته تانيه هتقدر تستخدمها عادي جدا، تمام. وانا بقول لك ان هي مش لازم تاخد لينك الفيديو تحطه في الوصف والكلام ده، يعني تسرع تحطه عندك عادي جدا، ده قران معروف. كذلك برضك في الاغاني والحاجات اللي زي دي، فاهمين قصدي؟ هنكتب مثلا حاجه دلوقتي اوريكم. دلوقتي كتبت اغنيه مثلا لتامر حسني زي عيش بشوقك ديت. طبعا لحد دلوقتي مش عارفين الاغنيه عليها حمايه ولا لا، فعشان نعرف عليها حمايه هنيجي عند فلاتر زي ما قلنا فوق كده، اهي ديت ندوس عليها اهو، فلاتر ديت اللي هي اللي فوق دي ساعه هتظهر لنا كده. هنروح عند ترخيص زي ما قلنا كرييتيف كومنتس، او هنا قالك فوق كده، لاحظ معايا فوق كده مكتوب ترخيص كرييتيف كومنتس، قالك هي ديت اللي انت تبحث عنها، فاهم قصدي؟ يعني تامر حسني دلوقتي اللي كان ظاهر اختفى ليه؟ اغنيته بقت مترخصه، معنى كده انك خدت اغنيه تامر حسني ديت مثلا ان دي عليها حمايه معروفه، عليها حمايه انك تاخد منها 20 ثانيه او 15 ثانيه، دي عادي مش هيحاسبك عليها اليوتيوب، لكن اكتر من 20 15 ثانيه، والافضل يعني ما تاخدش اكتر من 15 ثانيه عشان بيبقى عليها حمايه. ده بالنسبة للكمبيوتر كده، الكمبيوتر مهمته خلصت. نشوف بقى الموبايل ايه النظام.
وكده شباب احنا دلوقتي على الموبايل نشوفها ايه، نعمل ايه؟ تمام، دي قناة طبعا، هندوس على البحث. اول حاجة نبحث عنها هنا هي، ثانية كده، هنكتب مثلا اي حاجة يعني، سنة الان وركر مثلا، الان وركر. تمام، كتبت الان وركر بسرعة. تمام، احنا دلوقتي هنا اي حاجة مثلا من دول، ولنفترض مثلا الان وركر اللي هي ديت اللي احنا كنا فاتحينها بردك هناك. طبعا عشان الأغنية عليها حماية فأنا هقفلها، عشان الأغنية مينفعش تطلع في فيديوهاتي طبعا. تمام، هننزل بردك في الوصف زي ما قولنا، احنا دوسنا هنا تمام عند السهم الصغير ده في الوصف، ننزل تحت طبعا عشان الأغنية أجنبية الوصف كله إنجليش، ننزل تحت خالص هنا كده عند كلمة كاتيجوري ديت ميوزك، ننزل تحت هنا عند سترونج اسم المغني، وهنا الأرتيست والمغني ألان ووكر الحاجات زي ديت. تمام، هلا نلاحظ ان تحت خالص هنا يوتيوب باي محمية بواسطة اليوتيوب، والريكورد اللي احنا لسه قرينا هناك يعني ان هي محمية بألان وولكر دوت. تمام، ان دي مينفعش يسرقها. طيب، ونفترض هنكتب مثلا عمرو دياب ده لو اتساب. تمام، طيب عشان بكتب بسرعة بس. طيب ده عامل دياب. تمام، احنا دلوقتي مش بندور على حقوق ملكية خالص. طب دلوقتي هنبحث عن نفس الأغنية، هنفلترها، هنخليها الأغنية مش محمية، بس هنعرف عليها حماية ده لو اتساب ولا لأ. ندوس هنا فوق على التلات شورت دي، خدين بالكم التلات شورت اللي فوق دي خالص هي ديت اللي هندوس عليها. ندوس كده، هننزل تحت خالص عند كريتيف كومن أو بدون ترخيص، أنا عشان جهاز إنجليش هندوس عليها، هندوس أبلاي. تمام، خلينا كده عشان نشوفه. تمام، طبعا لاحظ هنا ان ده لو اتساب معلهاش حماية قوي، استنى كده عشان اتاكد عليها حماية. طبعا لاحظ ان كل الفيديوهات اللي بتاعت لو اتساب 30 ثانية و20 ثانية بالكتير. تمام، اهو دي الفيديوهات بتاعت عمرو دياب اللي هي ده لو اتساب، فنفهم من كده ان الاغنية هنا محمية. المفروض انت لو خدتها تحط الرابط بتاعها في الوصف عندك تحت الفيديو. تمام، فدي حاجة كويسة يعني. احنا دلوقتي هنا مفلترين الاغاني، مخلينا كرييتيف كومن، وندوس ابلاي، ونروح دايسين هنا في البحث ونكتب اللي احنا عايزينه خالص يعني. اللي انت عايز تكتبه تكتبه، مثلا نكتب محمد فؤاد سعد. تمام، ونفترض هندوس بردك زي ما عملنا كرييتيف كومن، هنشوف عليها حماية ولا لأ. تمام، ظهرت لنا الأغنية هنا 2:47. تمام، كل الأغاني هنا بتاعت محمد فؤاد 2:47، إذا الأغنية ديت عليها حماية، إذا لو خدتها عندك القناة هيجي عليها مخالفة. فنبعد عن الحاجات اللي زي دي، نركز قوي في الحتة دي يا شباب. وده كان فيديو النهاردة يا شباب، أتمنى لو عندك سؤال أو أي استفسار أو حاجة يا ريت تقولي بالتعليقات، وأكون سعيد جدا طبعا برد عليك. بس كده، أنا علاء رمضان، السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة فصل على النار. يا عمر، فصل الولد نهار اسود. الفيسبوك والواتساب تويتر يوتيوب انستجرام، دوشة وزن وحاجة تعصب، خفوا شوية بجد حرام. الفيسبوك والواتساب تويتر يوتيوب انستجرام، دوشة وزن